فقلت اوريكم بقى السمكه التانية. شايفين يا جماعه القرمشه بتاعتها عامله ازاي؟ شايفين ما شاء الله، شايفين اللون ما شاء الله ما شاء الله جميله. وكمان الرز الصيادية اللي احنا عملناه شايفين اللون بتاعه. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنبتديها نسمي الله ونصلي على حضره الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا رحت السوق يا جماعه عشان اجيب سمك، لقيت السمك كله خلص. ما تفضلش على سمكتين كبار حلوين كده زي ما انتم شايفين كده، بولتي ما شاء الله، شايفين الشكل. احنا بقى مش هنعملهم ايه سلام كده، احنا هنقطعهم نصين ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا غسلتهم كويس جدا بعد ما جبتهم زي ما انتم شايفين كده، شايفين ما شاء الله وضبهم اهو. قطعت الواحدة اتنين يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، ما برضاش يتقطع معايا كده يا جماعة عشان السمك ده ما شاء الله عليه ده طازة. بتعرفي اذا كان طازة ازاي؟ بتتكي على السمكة تلاقيها جامدة زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة هرش على السمك الجميل بتاعنا ده شوية ملح حلوين كده ورش من جوه. رشيت عليه شوية ملح يا جماعة من بره ومن جوه. عندي بقى ايه؟ ليمونتين حلوين كده، ونعصر عليها واحدة كده برضو من بره ومن جوه. السمك يا جماعة ليمون وكمون، معايا حوالي 6 فصوص من الثوم. خلاص دقيته يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. نعصر بقى ليمونة حلوة. خلاص يا جماعة قلب التوابل الجميلة دي احنا عملناها مع بعض دي. هنضيف بقى ايه؟ معلقتين زيت. الاكله دي سريعه جدا يا جماعه. شايفين يا جماعه الخلطه دي عامله ازاي؟ روعه. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنعمل فتحات في السمكه كده عشان لما تنقلي معانا تنقلي معانا ايه؟ بكل سهوله. ما تنسوش يا جماعه احنا واقفين كده نصلي على حضره النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعة السمك اتقطعت، خدت وقت. معانا كده سمك طازة يا جماعة ما شاء الله عامل ازاي؟ ما شاء الله بألف هنا. هنتبل بقى التتبيلة بتاعتنا دي، نحط في الايه؟ في الحتة اللي احنا قطعناها دي عشان تبقى السمكة كلها ايه؟ واخدة من التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها. بسم الله. ما شاء الله ريحتها جميلة يا جماعة والله. بسم الله. هنسيبهم بقى حوالي يا جماعة ايه؟ من نص ساعة لساعة. التتبيلة دي جميلة. شايفين يا جماعة؟ التتبيلة بتاعته روعة ما شاء الله. نغطيه بقى ونشوف هنعمل الرز وبعدين نقلي السمك. يلا بينا. شوية رز صيادية حكاية. معلقة زبدة حلوة كده. وبصلة وقطعها ناقل كده جميلة كده. يلا بينا يا جماعة على البصل بقى يتحمر بتاعنا الجميل ده. السمك كده بقاله حوالي أكتر من نص ساعة. جبنا وعدينا كوباية دقيق ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بسم الله. هنغرفها كويس جدا يا جماعة عشان لسه قبل ما نقليها هنعمل تكاية صغيرة فيها كده عشان تبقى دي سر القرمشه بتاعتها. خلاص. والمفروض قبل ما تقلي السمك بربع ساعه تكون متبلاه. ليه؟ لانه بيشرب الدقيق وبيرجع تحس ان هو مرطب كده، فاهمين؟ خلاص غلفناه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. دول شويه دقيق دول اتفضلوا معانا، هنقوم محتاجناهم هنشوفهم هنعمل بيهم ايه. يلا بينا نشوف البصل. لسه يا جماعه احنا عايزين لونه ايه؟ اغمق من كده عشان يدينا اللون المظبوط للرز. خلاص يا جماعة عملناه خالص، هو متحمر خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف عليه مية. بسم الله. انا مش هنكتر مية قوي يا جماعة لان الرز ايه اللي هو المصري البلدي انا نقعاه شوية. هضيف له بقى معلقة من الملح ومعلقة من الكمون صغيرة برضو كده. لما يغلي معانا ونضيف الرز على طول. بصوا يا جماعه، بصوا السمك زي ما انتم شايفين كده
شرب الدقيق اللي انا عملته زي ما انا قلت لكم. فهنعمل ايه؟ هنغلفه تاني. شفتوا بقى انا سبت الدقيق ليه؟ لانه ايه؟ شرب الدقيق. شوف خلاص يا جماعه الميه، البصل معانا، شايفين البصل خضر معانا. انا بصفيه الرز، اسلق كويس وبصفيه. هنحطي عليه بقى ونقلي السمك الجميل ده. دي اخر تكايه بقى يا جماعه في السمك. احنا اول ما الزيت يسخن معانا كويس هنشيل بقى السمكه، يعني نضيفها في الميه بسرعه ودقيقه واحده نشيلها نروح حاطينها في الزيت. ده اللي هيخلي السمك معانا مقرمش لاخر حته. بصوا بقى يا جماعه هننزلها في الميه كده دقيقه واحده بالظبط، وهنروح شايلينها وهننزلها في الزيت. شايفين يا جماعه السمك جميل ازاي، لونه جميل ازاي. انا نقلت الطاسه تانيه لان الطاسه الاولانيه وقع مني ميه فيها وكنت هنحرق والحمد لله ربنا صبر، فنقلت الطاسه دي. شايفين يا جماعه السمك وجماله. طبعا السمكيه الاولانيه ولادي اتغدوا بيها بالهنا والشفا، فقلت اوريكم بقى السمكه الثانيه. شايفين يا جماعه القرمشه بتاعتها عامله ازاي؟ شايفين ما شاء الله، شايفين اللون ما شاء الله ما شاء الله جميله. وكمان الرز الصيادي اللي احنا عملناه شايفين اللون بتاعه من غير اي تكات ومن غير اي توابل، يا دوبك حطينا كمون بس. وكمان عملنا شويه سلطه حلوين لزوم الغدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات. والى اللقاء، باي باي.